لا ادري سيدي الكريم انت تقصد الطيران حفتر لا الطيران لا الطيران اقصد الطيران الاجنبي. طيران حفتر تقريبا شارك وربما يعني على حسب ما قرانا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ان الافريكوم ذكرت بان الذي قام بحرق الخزانات هو طيران حفتر. لا انا اقصد الطيران الاجنبي الاماراتي والمصري والفرنسي. نعم هذا الموقف يعني نضع امامه علامات استفهام. اعتقد انه حفتر يعني وهذه وجهه نظري لم يتمكن من اقناع الذين يساندونه في العمليات السابقه من مساندته في هذه المره، ولا ادري السبب. ربما العمليه يعني تتاخر فقط يعني وليس من المستحيل او من المستبعد أن يتم التدخل من جديد من هذا الطيران في هذه العملية. يعني عودونا أو لا أن يتدخلوا، تدخلوا في مرتين سابقتين عندما يعني تقدمت سرايا الدفاع عن بنغازي باتجاه بنغازي، تدخلوا أيضا عندما حتى في الأيام الأولى لانتفاضة الثوار في مدينة بنغازي بقيادة هؤلاء الأنصار رحمة الله عليهم، عندما يعني وصلوا الى مطار بنينة ووصلوا الى حدود الرجمة تدخل ذلك الطيران يعني واستطاع يعني ان يحد او يقف من تقدم هؤلاء الثوار باتجاه الانقباض او انهاء الكرامة في مهدها في ذلك الوقت. الان يعني ربما هناك حسابات اخرى لهذه الدول تعيد حساباتها في هذا التدخل، او ربما يعني تنتظر الى ما بعد الحقول النصير، ربما يعني تنتظر في تقدم جدران باتجاه اجدابيا او تجاوزها لاجدابيا، ومن ثم يعني تشعر هي بالخطر على وجودها في المنطقه الشرقيه، وهذا ربما يستدعي تدخلها. ولكن انا لا استبعد هذا التدخل في الايام القادمه اذا ما صارت الامور على ما هي عليه وتوقف جدران عند حدود البريكا ولم يتقدم الى الجانب. نعم. الايام القادمه هي التي ستخبرنا ماذا او ما القرار الذي ستتخذه هذه الدول. نعم. من خلال انتظارها هذه